قناة رواياتستان تقدم مغامرة الرجل المتقاعد، قصة بوليسية من مغامرات المحقق الكبير شيرلوك هولمز للكاتب الإنجليزي الكبير آرثر كونان دويل. أداء صوتي أحمد رمضان الجمال. كان شيرلوك هولمز في حالة من الكآبة والتفكير في صباح ذلك اليوم. طبيعته العملية المتيقظة تتأثر دوما بمثل هذه الحالات المزاجية، وسألني: هل رأيت؟ أتقصد العجوز الذي خرج للتو؟ بالضبط، نعم، قابلته عند الباب. وما انطباعك عنه؟ كائن مثير للشفقة، محطم وغير ذي جدوى. بالضبط يا واتسون، مثير للشفقة وغير ذي جدوى. ولكن أليست الحياة كلها مثيرة للشفقة وبلا جدوى؟ أليست قصته نموذجا مصغرا من قصص الناس جميعا؟ نظل نسعى إلى أن نصل إلى غاياتنا ولا نكاد ندركها حتى تتحول بين أيدينا في النهاية إلى سراب، أو ربما تتحول إلى ما هو أسوأ من السراب، الشقاء. هل هو واحد من عملائك؟ حسنا، أعتقد أنني سأعتبره كذلك. لقد أحيل إلي من قبل شرطة سكوتلاند يارد، تماما مثلما يرسل الأطباء مرضاهم من أصحاب الحالات المستعصية في بعض الأحيان إلى الدجالين والمشعوذين. يزعمون بأنهم قد فعلوا كل ما في استطاعتهم، وأنهم لا يملكون فعل أي شيء أكثر من ذلك، وأنه مهما قد يحدث للمريض فلن تكون حالته أسوأ مما هو عليه. ما خطبه؟ تناول هولمز بطاقة متسخة بعض الشيء من على الطاولة وقال: يوشيا أمبرلي، يقول إنه كان الشريك الأصغر في شركة بريكفول وأمبرلي المصنعة للمواد الفنية، سطر أسماءهم على علب الطلاء بعدما جمع ركيزة من المال، تقاعد عن العمل عندما أتم 61 من عمره، واشترى منزلا في منطقة لويشم واستقر فيه ليستريح بعد حياة من الكدح المتواصل. قد يظن المرء أن مستقبله كان مؤمنا بشكل جيد إلى حد ما. نعم بالفعل. ألقى هولمز نظرة سريعة على بعض الملاحظات التي كتبها سابقا على ظهر أحد الأظرف وقال: لقد تقاعد في عام 1896 يا واتسون، وفي أوائل عام 1897 تزوج من امرأة تصغره بعشرين عاما، امرأة جميلة حسنة المظهر، وإن كانت الصورة لا تنصفها. وهكذا كان الطريق إلى رغد العيش مفتوحا أمامه، لديه مال وزوجة، مرتاحا بلا عمل. ولكن ها قد أصبح بعد عامين فقط كما رأيته مخلوقا محطما بائسا. وما الذي حدث؟ إنها القصة المعتادة يا واتسون، صديق غدار وزوجة متقلبة. يبدو أن لدى إمبرلي هواية واحدة في الحياة وهي لعب الشطرنج، وثمة طبيب شاب يعيش قريبا منه في لويشم وهو أيضا يحب لعب الشطرنج. لقد دونت اسمه، إنه الدكتور ري أرنست. كان أرنست يتردد على منزل السيد أمبرلي كثيرا، فتطورت العلاقة الحميمية بينه وبين السيدة أمبرلي تطورا طبيعيا، وهرب العشيقان معا الأسبوع الماضي إلى وجهة غير معلومة، ولم يستطع أحد أن يقتفي أثرهما. وعلاوة على ذلك، فإن الزوجة الخائنة حملت صندوق وثائق الرجل العجوز في أمتعتها الشخصية مع جزء كبير من مدخرات حياته. هل يمكن أن نجد السيدة؟ هل يمكننا إنقاذ المال؟ إنها مسألة مألوفة من حيث تطور أحداثها حتى الآن، ولكنها مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى يوشيا أمبرلي. وماذا ستفعل حيال ذلك؟ حسنا، السؤال الأهم هنا يا عزيزي واتسون هو: ماذا ستفعل أنت؟ هذا إذا تكرمت بأن تؤدي دوري.
أنت تعلم أنني مشغول. البطريرقين القبطيين التي ينبغي أن أتوصل إلى حلها اليوم، وليس لدي الوقت حقا للذهاب إلى الويشم. على الرغم من أن الأدلة التي تؤخذ من موقع الحادث تمثل قيمة خاصة، إلا أني لن أستطيع الوجود فيه. كان العجوز مصرا للغاية على أن أذهب بنفسي، لكنني شرحت له مدى صعوبة ذلك، وهو مستعد لاستقبال ممثل عني. بكل تأكيد أعترف بأنني لا أرى أن باستطاعتي تقديم شيء كبير، ولكنني سأبذل قصارى جهدي. وهكذا توجهت إلى الويشم في ظهيرة أحد أيام الصيف، وبداخلي حلم صغير بأن تصبح تلك القضية في غضون أسبوع موضوع حديث إنجلترا كلها. وعدت إلى شارع بيكر في وقت متأخر من هذا المساء، وقدمت تقريرا لهولمز عن المهمة التي أوكلها إلي. كان هولمز مستلقيا بجسده النحيل على كرسيه المريح، وألسنة دخان التبغ ذي الرائحة النفاذة تتصاعد ببطء من غليونه، بينما جفناه منسدلان فوق عينيه في كسل وكأنه كان نائما، إلا عندما أتلعثم أو أتوقف أو أتساءل وأنا أروي له ما حدث، فعندئذ يفتح عينيه نصف فتحة، فتظهر عيناه الرماديتان اللامعتان الحادتان كالسيف لتذهلني بنظراتهما الثاقبة. وأوضحت قائلا: الملاذ هو اسم منزلي السيد يوشيا أمبرلي. أظن أن هذا سيثير اهتمامك يا هولمز، إنه يبدو كما لو أنه أحد الأرستقراطيين البائسين، وقد انتهى به الحال إلى أن يكون بصحبة من هم أدنى منه منزلة. أنت تعرف هذا الحي، خاصة ذا الشوارع الكئيبة المرصوفة بالطوب والطرق المتعرجة المرهقة بين ضواحيه. يقع المنزل في وسطهما بالضبط، في جزيرة صغيرة من الثقافة العريقة والرفاهية، محاط بجدار عال لفحته أشعة الشمس، مغطى ببقع من الأشنات وتعلوه الطحالب، وهو نوع من الجدران. قال هولمز بحدة: اختصر يا واتسون، فهمت أنه جدار عال من الطوب. بالضبط، ولم أكن لأعرف أي المنازل هو لو لم أسأل ذلك المتسكع الذي كان يدخن في الشارع، وإنني أذكره لسبب ما. فقد كان رجلا طويلا أسمر البشرة، له شارب كثيف، ويبدو كما لو أنه عسكريا. أومأ رأسه ردا على سؤالي، ورمقني بنظرة غريبة متسائلة، ما لبثت أن استحضرت ذاكرتي في تلك النظرة بعدها بقليل. وما إن دخلت من البوابة حتى رأيت السيدة أمبرلي يسير على الرصيف باتجاه المنزل، لم أستطع سوى أن ألقي عليه نظرة خاطفة في ذلك الصباح، ومن المؤكد أنه قد أعطاني انطباعا بأنه مخلوق غريب. ولكن عندما رأيته في وضح النهار كان مظهره أكثر غرابة. قال هولمز: لقد تفحصت مظهره بالطبع، ومع ذلك فأنا مهتم بمعرفة انطباعك عنه. بدأ لي حرفيا وكأنه رجل مثقل بالأعباء، ظهره منحن كما لو كان يحمل عبئا ثقيلا، ومع ذلك لم يكن ذلك الضعيف الذي كنت أتصوره في بداية الأمر، لأن كتفيه وصدره لهما هيكل ضخم، إلا أن ساقيه نحيلتان. فردة حذائه اليسرى متجاعدة واليمنى ملساء. لم ألحظ هذا. لا، ما كنت لتفعل، ولكنني لمحت طرفه الاصطناعي. لا عليك، أكمل. أدهشتني خصلات شعره الأشهب المتموجة من تحت قبعته القديمة المصنوعة من القش، ووجهه ذو التعبيرات الشرسة المتلهفة والملامح التي تحيط بها التجاعيد والخطوط العميقة. ممتاز يا واتسون، ماذا قال لك؟ بدأ يقص علي شكواه، ومشينا معا في أرجاء المنزل. وبالطبع ألقيت نظرة متفحصة على المكان، فإنني لم أرى قط مكانا مهملا بهذا الشكل. كانت الحديقة في حالة متدهورة، مما أعطاني انطباعا عن الإهمال الجامح الذي ترك النباتات تنمو على طبيعتها بدلا من جعلها تتخذ شكلا جماليا منسقا. لا أعرف كيف يمكن لأي امرأة محترمة أن تتهاون في ترك الأشياء تصل إلى هذه الحالة. لا أعرف حقا. كان المنزل أيضا قذرا إلى أقصى درجة، ولكن الرجل المسكين
بدا وكأنه على دراية بذلك، وكان يحاول إصلاحه، حيث كان هناك وعاء كبير من الطلاء الأخضر في وسط الردهة، وكان يحمل في يده اليسرى فرشاة سميكة يدهن بها المشغولات الخشبية. وأخذني إلى حجرته الخاصة القذرة ودار بيننا حديث طويل. كان يشعر بالطبع بخيبة أمل لأنك لم تأتي بنفسك، وقال: لم أكن أتوقع أن شخصا قليل الشأن مثلي، خاصة بعد خسارات المالية الفادحة، يمكنه أن يحظى بالاهتمام الكامل لرجل مشهور مثل السيد شيرلوك هولمز على أي حال. وقد أكدت له بأن الأمر لا علاقة له بوضعه المالي، فقال: لا بالطبع، إنه يفعل ذلك من أجل الفن، فن الجريمة، ولكنه من ناحية الجانب الفني للجريمة ربما لم يجد فيها شيئا يستحق الدراسة، والطبيعة الإنسانية يا دكتور واتسون ناكرة لكل جميل، فمتى رفضت لها طلبا؟ وهل دلل أحد امرأة مثلما دللتها؟ وذلك الشاب الذي كان من الممكن أن يكون ولدا لي، لقد منحته صلاحية إدارة منزلي، ومع ذلك انظر ما فعلاه بي. آه يا دكتور واتسون، إنه عالم مروع وبغيض. وهكذا ظل يشكو لمدة ساعة أو أكثر، وعلى ما يبدو أنه لم يكن لديه شك في أنها كانت مكيدة مدبرة. لقد عاش وحدهما باستثناء امرأة تأتي في النهار ثم تتركهما عند المساء في الساعة السادسة، وفي ذلك المساء بالتحديد كان أمبرلي يرغب في تقديم هدية لزوجته، فحجز مقعدين من مقاعد الصف العلوي في مسرح هاي ماركت. وفي اللحظة الأخيرة اشتكت زوجته من صداع ورفضت الذهاب معه، فذهب وحده، ويبدو أنه لا يوجد شك في حقيقة هذا الأمر، لأنه أراني التذكرة غير المستخدمة التي اشتراها لزوجته. قال هولمز الذي بدأ أن اهتمامه بالقضية بدأ يزداد: هذا لافت للنظر، لافت للنظر بشكل كبير. أكمل يا واتسون من فضلك، أجد أن سردك يثير الاهتمام. هل فحصت التذكرة بنفسك؟ هل أخذت ربما رقمها؟ فأجبته بشيء من الفخر قائلا: نعم هذا ما حدث، لقد صادف أن يكون رقم مدرسة القديمة 31، لذا فهو عالق في ذهني. ممتاز يا واتسون، إذن فإن مقعده إما كان 33. أجبته وأنا أشعر بشيء من الحيرة: نعم بالضبط، في الصف باء. هذا مقنع بشكل كبير، بماذا أخبرك أيضا؟ لقد أراني غرفته المحصنة كما أسماها، وهي بالفعل غرفة محصنة مثل البنك، لها باب حديدي ومصراع ضد السرقة كما قال، ولكن يبدو أن المرأة كانت تمتلك نسخة من المفتاح، وقد سرق منها نحو 7000 جنيه من النقود والسندات. سندات؟ كيف يمكنهما التصرف بتلك السندات؟ قال إنه قد سلم الشرطة قائمة بها، وإنه يأمل في أن تكون غير قابلة للبيع. كان قد عاد من المسرح نحو منتصف الليل، ووجد المكان منهوبا، ووجد الباب والنافذة مفتوحين، وقد فر العاشقان. لم تكن هناك رسالة، ولم يسمع عنهما في ذلك الحين، وقد صارع فورا بإبلاغ الشرطة. جلس هولمز يفكر لبضع دقائق ثم قال: أنت تقول بأنه كان يدهن، ما الذي كان يدهنه؟ حسنا، لقد كان يدهن الممر، ولكنه كان قد دهن الباب بالفعل، والمشغولات الخشبية الموجودة في تلك الغرفة التي حدثتك عنها. ألا يبدو لك شيئا غريبا أن ينشغل بمثل هذه الأشياء في تلك الظروف؟ يجب على المرء أن يفعل شيئا ليخفف من آلام قلبه. كان هذا هو تفسيره الخاص، وقد كان غريبا بلا شك، ولكن الرجل أيضا كان غريبا. لقد مزق إحدى صور زوجته أمام عيني، مزقها وهو يستشيط غضبا في انفعال حاد، وهو يصرخ قائلا: لا أريد أن أرى وجهها اللعين مرة أخرى، لا أريد. وهل هناك أي شيء آخر يا واتسون؟ نعم، شيء واحد قد لفت انتباهي أكثر من أي شيء آخر.
كنت قد ركبت عربة أجرة للذهاب إلى محطة بلاك هيث، حيث لحقت بقطاري هناك، وبمجرد أن تحرك القطار رأيت رجلا يقفز إلى العربة المجاورة للعربة التي أركب فيها. أنت تعرف أني أتذكر الوجوه من مجرد نظرة خاطفة يا هولمز. لقد كان بلا شك ذلك الرجل الطويل وأسمر البشرة الذي كنت قد رأيته في الشارع وسألته عن المنزل، ورأيته مرة أخرى عند جسر لندن ثم ضاع وسط الزحام، لكنني مقتنع بأنه كان يتبعني. فقال هولمز: دون شك دون شك، تقول إنه رجل طويل أسمر البشرة ذو شارب كثيف، أكان يرتدي نظارات شمسية رمادية؟ هولمز، أنت ساحر، إنني لم أذكر لك أنه كان يرتدي نظارات شمسية رمادية اللون. ودبوس ربطة عنق عليه رمز ماسوني. هولمز، إن الأمر في غاية البساطة يا عزيزي واتسون، دعنا نركز على ما هو أهم. يجب أن أعترف لك بأن القضية التي بدت لي بسيطة للغاية لدرجة ألا تستحق اهتمامي، اتضح لي أنه يجب التعامل معها بشكل مختلف تماما. صحيح أنه على الرغم من أنه قد فاتتك كل الأشياء ذات الأهمية، إلا أن حتى تلك الأشياء التي برزت من خلال سردك وملاحظاتك تبعث على التفكير الجاد. ما الذي فاتني؟ لا تضايق نفسك يا صديقي العزيز، أنت تعرف بأن الأمر غير شخصي أبدا، لم يكن أحد ليقوم بالأمر أفضل مما فعلت، فربما البعض ليس في مثل كفاءتك، ولكن من الواضح أنه قد فاتتك بعض النقاط المهمة. فما رأي الجيران في هذا الرجل أمبرلي وزوجته؟ هذا سؤال مهم بالتأكيد. وماذا عن الدكتور أرنست؟ هل كان رجلا لطيفا ومرحا كما يتوقعه المرء؟ مما أعرفه من مزاياك المألوفة يا واتسون أنه يمكنك جعل كل سيدة مساعدة وشريكة لك في التحري. فماذا عن الفتاة في مكتب البريد أو زوجة بائع الخضر والفاكهة؟ يمكنني تخيلك وأنت تهمس بكلمات ناعمة جوفاء لسيدة شابة في بلو أنكور وتحصل منها على ما تريد في المقابل. كل هذا تركته غير منجز. لا يزال من الممكن القيام بذلك؟ لا، قد تم بالفعل بفضل الهاتف ومساعدة شرطة سكوتلاند يارد. أستطيع في العادة الحصول على كل النقاط الأساسية من دون مغادرة هذه الغرفة. في حقيقة الأمر إن معلوماتي تؤكد رواية الرجل، فإن لديه سمعة بأنه رجل بخيل كما أنه زوج قاس صارم، ومن المؤكد أنه كان لديه مبلغ كبير من المال في تلك الغرفة المحصنة. وكذلك بالنسبة إلى الدكتور الشاب أرنست، فهو رجل غير متزوج وكان يلعب الشطرنج مع أمبرلي، كما أنه على الأرجح قد مارس ألعابه في خداع زوجته. هذا يبدو واضحا للغاية، وقد يظن المرء أنه ليس هناك ما يمكن قوله، ولكن أين تكمن الصعوبة إذن؟ ربما في مخيلتي. حسنا، لنترك كل شيء على حاله الآن يا واتسون، ودعنا نهرب من الواقع المضطجر إلى الموسيقى. فالليلة ستغني كارينا في ألبرت هول، ولا يزال لدينا الوقت لارتداء ملابسنا وتناول الطعام والاستمتاع. في صباح اليوم التالي استيقظت مبكرا، ووجدت بعض فتات الخبز المحمص وقشرتين من قشر البيض فارغتين، فأدركت أن رفيقي قد استيقظ قبلي، كما وجدت ورقة على الطاولة مكتوبا فيها ملاحظة: عزيزي واتسون، ثمة نقطة أو اثنتان أود مناقشتهما مع السيد يوشيا أمبرلي، وعندما أنتهي منهما سيحدد ذلك ما إذا كنا سنرفض القضية أم لا. أطلب منك فقط أن تكون موجودا بالمكان في الساعة الثالثة، أظن أنني سأحتاج إليك. شيرلوك هولمز. لم أرى أثرا لهولمز طوال اليوم، لكنه عاد في الساعة التي حددها وقد بدا عابسا مشغول البال لا يبالي بمن حوله، فرأيت أن من الحكمة أن أتركه لنفسه
في مثل هذه الأوقات؟ وسألني هولمز: ألم يحضر أمبرلي إلى هنا بعد؟ لا. حسنا، إنني في انتظاره. ولم يخب ظنه، حيث وصل العجوز بعدها بقليل وبدا على وجهه العابس قلق وارتباك شديدان. قال العجوز: لقد تلقيت برقية يا سيد هولمز ولا أفهم منها شيئا. ثم ناولها لهولمز الذي قرأها بصوت مرتفع: احضر على الفور، يمكنني أن أزودك بمعلومات حول فاجعتك الأخيرة. إيلمن، بيت قسيس الكنيسة. قال هولمز: لقد أرسلت في الساعة 12:10 من قرية ليتل بريلينغتون. أعتقد أن بريلينغتون في مقاطعة أسكس، وأظن أنها ليست بعيدة عن فرينتون. حسنا، بالطبع يجب أن تتحركها على الفور، فمن الواضح أن هذه البرقية من شخص مسؤول، قسيس الكنيسة. أين كتاب دليل الكنائس الخاص بي؟ نعم، ها هو ذا هنا، جي سي إيلمن ام اي، يعيش في موسمر ليتل بريلينغتون. ابحث عن القطارات المتجهة لهناك يا واتسون. قال العجوز: هناك قطار متجه إلى هناك، سيتحرك في الساعة 25:00 من شارع ليفربول. ممتاز، من الأفضل أن تذهب معه يا واتسون، فقد يحتاج إلى مساعدة أو نصيحة. من الواضح أننا وصلنا إلى أزمة في هذه القضية، لكن يبدو أن عميلنا لم يكن متلهفاً للذهاب على الإطلاق، حيث قال: إنه أمر في غاية السخف يا سيد هولمز، كيف يمكن لهذا الرجل أن يعرف ما حدث؟ إن ذهابنا ليس إلا مضيعة للوقت والمال. لم يكن يرسل إليك برقية لو لم يكن يعرف شيئاً. أرسل إليه برقية تخبره فيها بأنك قادم على الفور. لا أظن أنني سأذهب. بدا هولمز صارما للغاية وهو يقول: سيكون هذا أسوأ انطباع عنك من الممكن أن تعطيه للشرطة ولي أيضا يا سيد أمبرلي. لو ظهر دليل واضح كهذا ومن ثم ترفض متابعته، فسنشعر حينها أنك غير جاد في إجراء هذا التحقيق. ظهرت على عميلنا ملامح الذعر والقلق بعدما سمع ما قاله هولمز، ثم قال: عجبا، بالطبع سأذهب إن كنت ترى الأمر بهذه الطريقة. في ظاهر الأمر يبدو أنه من السخف أن نصدق بأن هذا الشخص يعرف أي شيء، ولكن إن كنت تعتقد... فأكد هولمز قائلا: نعم، إنني أعتقد ذلك. وقبل أن ننطلق في رحلتنا، أخذني هولمز جانبا وأسدى لي نصيحة أظهرت مدى الأهمية الكبرى للأمر، حيث قال: أيا يكن ما تفعله، تأكد من ذهابه بالفعل إلى هناك، وإذا هرب منك أو عاد أدراجه فتوجه إلى أقرب هاتف عمومي وأرسل لي كلمة واحدة: هرب. إن ليتل بريلينغتون ليس مكانا يسهل الوصول إليه، لأن محطتها تقع على خط فرعي، وما أذكره عن الرحلة أنها لم تكن ممتعة، لأن الطقس كان حارا والقطار بطيئا، وكان رفيقي متجهما وصامتا لا يتحدث إلا نادرا لإبداء ملاحظة تهكمية من حين إلى آخر تتعلق بعدم جدوى إجراءاتنا. وعندما وصلنا أخيرا إلى المحطة الصغيرة، ركبنا عربة لنصل إلى بيت قسيس الكنيسة الذي كان على بعد 2 ميل من المحطة. وهناك استقبلنا قسيس كبير مهيب ذو أبهة، وأدخلنا إلى مكتبه حيث وجدنا برقيتنا موضوعة أمامه، وسألنا قائلا: حسنا أيها السيدان، ما الذي أستطيع فعله لأجلكما؟ فأوضحت قائلا: لقد جئنا استجابة لبرقيتك. برقيتي؟ لم أرسل أي برقية. أقصد البرقية التي أرسلتها إلى السيد يوشيا أمبرلي بشأن زوجته وأمواله. فقال القسيس بنبرة غاضبة: لو أن هذه مزحة يا سيدي، فهي مزحة غريبة جدا. إنني لم يسبق لي أن سمعت عن هذا السيد الذي ذكرت اسمه،
ولم أرسل برقية إلى أي أحد. تبادلت أنا وعميلنا نظرات الدهشة، ثم قلت ربما هناك خطأ ما، أهناك بيت قصيص آخر في هذه المنطقة؟ ها هي البرقية ذاتها موقعة من إيلمان ومؤرخة من بيت قصيص الكنيسة. لا يوجد غير قصيص واحد يا سيدي، وهذه البرقية تزوير فاضح، ويجب على الشرطة التحقق من مصدرها بكل تأكيد، وفي الوقت نفسه لا أرى أي سبب يستدعي إطالة هذه المقابلة أكثر من ذلك. ومن ثم وجدنا أنفسنا أنا والسيد أمبرلي على جانب الطريق في قرية بدت لي وكأنها أكثر القرى بدائية في إنجلترا، واتجهنا إلى مكتب التلغراف، ولكننا وجدناه قد أغلق بالفعل. ووجدت هاتفا عند محطة السكة الحديدية، ومن خلاله تواصلت مع هولمز الذي شاركنا دهشتنا، وقال الصوت البعيد عبر الهاتف: هذا في منتهى الغرابة، أخشى بشدة يا عزيزي واتسون أنه لا يوجد قطار للعودة ليلا. لقد حكمت عليك عن غير قصد بمواجهة أهوال النزل الريفية، ومع ذلك فأنت محاط بالطبيعة يا واتسون. الطبيعة ويوشيا أمبرلي، يمكنك أن تكون على اتصال وثيق بكليهما. ثم سمعت ضحكته الساخرة المكتومة بينما أخذ الصوت يبتعد، وسرعان ما اتضح لي أن سمعة رفيقي البخيل كانت مستحقة، فقد تذمر من تكلفة الرحلة وأصر على السفر على الدرجة الثالثة، وأخذ بعد ذلك يعترض في صخب على فاتورة الفندق. وفي صباح اليوم التالي عندما وصلنا أخيرا إلى لندن، كان من الصعب تحديد أي منا كان في مزاج أسوأ من الآخر، وقلت من الأفضل أن نمر على شارع بيكر، قد يكون لدى السيد شيرلوك هولمز إرشادات جديدة. قال أمبرلي بوجه عبوس ناقم: إذا لم تكن ذات قيمة أكبر من تلك الإرشادات الأخيرة فلن تفيدنا كثيرا. ومع ذلك فقد رافقني السيد أمبرلي، كنت قد أخبرت هولمز بساعة وصولنا بالتلغراف، وعندما وصلنا وجدنا رسالة تفيد بأنه قد ذهب إلى لويشم وينتظرنا هناك. كانت تلك مفاجأة بالفعل، ولكن المفاجأة الأكبر كانت اكتشافنا أنه لم يكن وحده في غرفة الجلوس الخاصة بعميلنا، فقد كان يجلس بجانب رجل صارم وهادئ أسمر البشرة، يرتدي نظارات رمادية اللون ودبوس ربطة عنق كبير عليه رمز ماسوني. وقال هولمز: هذا صديقي السيد باركر، إنه مهتم بموضوعك هو الآخر يا سيد يوشيا أمبرلي، رغم أننا نعمل بشكل مستقل، ولكن لدى كل منا السؤال نفسه لنطرحه عليك. انهار السيد أمبرلي على الكرسي وأحس بخطر وشيك، فقد بدا ذلك من عينيه المتوترتين وملامحه المضطربة. ما السؤال يا سيد هولمز؟ السؤال ببساطة: ماذا فعلت بالجثتين؟ فهب الرجل واقفا على قدميه وصرخ بصوت أجش، وأشاح بيديه النحيلتين في الهواء وفمه مفتوح وكأنه طير جارح مخيف. ورأينا للحظة يوشيا أمبرلي على حقيقته، فبدا كشيطان بشع الخلقة، روحه مشوهة كجسده. وبينما كان ينهار مرة أخرى على كرسيه، وضع يده على شفتيه وكأنه يكتم سعالا، ولكن هولمز قفز وانقض ممسكا برقبته مثل النمر ولف وجهه نحو الأرض، فسقطت حبة بيضاء من بين شفتيه اللاهثتين. وقال هولمز: لا مجال للفرار يا يوشيا أمبرلي، يجب على الأمور أن تتم بشكل لائق ومنظم، ما رأيك يا باركر؟ فقال رفيقنا قليل الكلام: لدي عربة أجرة تنتظر عند الباب، إنها لبعد بضع مئات من الأمتار من مركز الشرطة، سنذهب معا، يمكنك البقاء هنا يا واتسون، سأعود في غضون نصف ساعة. كان لرجل الطلاء العجوز قوة أسد في جسده الهرم، ولكنه كان عاجزا في أيدي رجلين متمرسين ذوي خبرة. أخذ يتمعج ويتلوى وهو يجر إلى العربة المنتظرة، وتركت وحدي في المنزل المشؤوم. وفي وقت أقل مما ذكره عاد هولمز ومعه أحد مفتشي الشرطة الذي بدا عليه أنه شاب ذكي. قال هولمز:
لقد تركت باركر يعتني بالإجراءات الشكلية. أنت لم يسبق لك لقاء باركر من قبل يا واتسون. إنه منافس اللدود في قضية مقاطعة ساري، وعندما أخبرتني عن ذلك الرجل الطويل أسمر البشرة لم يكن من الصعب علي إكمال الصورة، فقد استطاع حل العديد من القضايا الصعبة من قبل، أليس كذلك أيها المفتش؟ أجاب المفتش بتحفظ: لقد تدخل عدة مرات بالتأكيد. أساليبه في التحقيق غير نظامية بلا شك كأساليبي، وهذه الأساليب تكون مفيدة في بعض الأحيان كما تعلم. فأنت أيها المفتش على سبيل المثال، بتحذيرك الإلزامي بأن كل ما سيقوله يمكن أن يستخدم ضده أمام المحكمة، ما كان من الممكن أن يتم خداع هذا الوغد لكي يدلي باعتراف فعلي. ربما لا يمكننا فعل ذلك، ولكننا نصل إلى النتيجة نفسها يا سيد هولمز. لا تعتقد أننا لم نشكل وجهات نظرنا الخاصة في هذه القضية، وأننا لم نكن لنستطيع الوصول إلى الرجل المطلوب والقبض عليه، وسوف تعذرنا لشعورنا بالغضب والغيظ لاستخدامك أساليب لا يمكننا استخدامها، ومن ثم تسلبنا فضل حل القضايا. هذا لن يحدث يا ماكنون، أؤكد لك أنني أعفو نفسي من الآن فصاعدا. أما بالنسبة إلى باركر فهو لم يفعل شيئا سوى ما قلته له. هذا نبل كبير منك يا سيد هولمز. أعرف أنك قد لا تهتم كثيرا للثناء أو اللوم، ولكن الأمر مختلف جدا بالنسبة إلينا، خاصة عندما تبدأ الصحف في طرح الأسئلة. نعم إلى حد بعيد، لكن من المؤكد أنهم سيطرحون الأسئلة على أي حال، لذلك سيرغبون أيضا في الحصول على إجابات. فماذا ستقول على سبيل المثال عندما يسألك المراسل الذكي الجريء عن النقاط الدقيقة التي أثارت شكوكك والتي كونت لك قناعة معينة فيما يتعلق بالحقائق الفعلية؟ بدت على المفتش ملامح الحيرة وهو يقول: يبدو أننا لا نملك أي حقائق فعلية حتى الآن يا سيد هولمز. إنك تقول بأن السجين بحضور 3 شهود اعترف بالفعل بأنه قد حاول الانتحار وأنه قد قتل زوجته وعشيقها، فما الحقائق الأخرى التي لديك؟ هل رتبتم لعملية البحث؟ هناك 3 شرطيين في الطريق. إذن ستحصل قريبا على الحقيقة الأوضح على الإطلاق، فلا يمكن أن تكون الجثث بعيدة. جرب البحث في السراديب والحديقة، لا ينبغي أن يستغرق حفر الأماكن المحتملة وقتا طويلا. هذا المنزل أقدم من وجود أنابيب المياه، يجب أن تكون هناك بئر مهجورة في مكان ما، جرب حظك هناك. ولكن كيف عرفت بالأمر وكيفية حدوثه؟ سأريك أولا كيف حدث ذلك، ثم سأقدم لك التفسير الذي تحتاج إليه والذي يحتاج إليه أيضا صديقي الذي طالت معاناته هناك، والذي كان وجوده لا يقدر بثمن طوال الوقت. ولكن أولا سأعطيكما لمحة عن عقلية هذا الرجل. إنها عقلية فذة للغاية، فطبيعة عقليته تشبه إلى حد كبير الطبيعة الإيطالية في العصور الوسطى، وليست الطبيعة البريطانية المتحضرة الحديثة. وهو رجل بخيل بائس، وقد تسبب هذا في إتعاس زوجته لدرجة أنها أصبحت فريسة سهلة لأي مغامر طائش، وتجسد هذا المغامر في شخص الطبيب لاعب الشطرنج. فقد كان أمبرلي بارعا في لعب الشطرنج يا واتسون، وهذه علامة تدل على براعته في التخطيط. وكحال كل البخلاء كان رجلا غيورا، وازدادت غيرته حتى أصبحت هوسا جنونيا. كان يشك أن هناك مؤامرة ما، وسواء أكان ذلك صوابا أم خطأ فقد صمم على الانتقام منهما وخطط لذلك بذكاء شيطاني. تعال إلى هنا. قادنا هولمز على طول الممر، وبدأ أنه يعرف الطريق كما كان يعيش في المنزل، ثم توقف عند باب الغرفة المحصنة المفتوح. صاح المفتش قائلا: أوه أف، يا لها من رائحة طلاء كريهة. كان هذا أول مفتاح لحل اللغز. يمكنك أن تشكر السيد واتسون على ملاحظته تلك، فعلى الرغم من أنه فشل في استخلاص الاستنتاج منها
إلا أن تلك الملاحظة قد وضعت قدمي على أول الطريق، فلماذا قد يملأ هذا الرجل بيته بتلك الرائحة القوية؟ من الواضح أنه فعل ذلك لكي يغطي على رائحة أخرى كان يأمل ألا تنكشف، رائحة جريمة من الممكن أن تثير حوله الشكوك. ثم خطرت له فكرة تلك الغرفة التي ترونها هنا ذات الباب والمصراع الحديدين، غرفة محكمة الإغلاق، وإذا جمعنا هاتين الحقيقتين معا فما الذي يمكن استنتاجه؟ لم أتمكن من معرفة هذا إلا من خلال فحص المنزل بنفسي. كنت متأكدا بالفعل من أنها قضية خطرة لأنني تفحصت مخطط شباك التذاكر لمسرح هاي ماركت، وهي ملحوظة دقيقة أخرى من الدكتور واتسون، وتأكدت أنه لم يتم حجز المقعد B30 ولا B32 من الدور العلوي في تلك الليلة، مما يعني أن إمبرلي لم يذهب إلى المسرح، وها قد سقط ادعاءه أرضا. لقد ارتكب خطأ كبيرا عندما سمح لصديق النبي أن يلاحظ رقم المقعد الذي ادعى أنه قد حجزه لزوجته. وكان السؤال الذي يشغل بالي في ذلك الوقت هو كيف يمكنني تفتيش المنزل؟ فأرسلت عميلي إلى أبعد قرية خطرت ببالي، ثم استدعيته في ساعة لم يتمكن فيها من العودة لتفادي أي إخفاق. جعلت الدكتور واتسون يرافقه. أما بالنسبة إلى اسم قسيس الكنيسة الطيب، فقد أخذته من دليل كنائس كروكفورد بالطبع. هل أوضحت لكم الأمر كليا؟ قال المفتش متعجبا: أوه يا للبراعة. ولعدم وجود خوف من أي شيء قد يقاطعني، شرعت في اقتحام المنزل. لطالما كان السطو مهنة بديلة بالنسبة إلي، ولو اهتممت بتبنيها فليس لدي أي شك في أنني سأكون أفضل من يزاولها. انظر ماذا وجدت: ثمة أنبوب غاز على طول الحافة هنا، جيد جدا، إنه يتجه لأعلى في زاوية الجدار، ويوجد محبس هنا في الزاوية، وينفذ الأنبوب في الغرفة المحصنة كما ترون، وينتهي عند ذلك الجص المرتفع في منتصف السقف حيث أخفته أعمال الزخرفة. إن هذا الطرف من الأنبوب مفتوح بالكامل، وفي أي لحظة سيتم فتح المحبس الخارجي ستمتلئ الغرفة بالغاز. مع إغلاق الباب بمصراعي وفتح المحبس عن آخره، لن يستغرق الأمر سوى دقيقتين لكي يغيب أي شخص عن وعيه ويموت داخل هذه الغرفة المغلقة الصغيرة. لا أعرف بأي حيلة شيطانية استطاع أن يستدرجهما إلى هناك، ولكن بمجرد دخولهما من الباب كان تحت رحمته. تفحص المفتش الأنبوب باهتمام وقال: لقد ذكر أحد ضباطنا وجود رائحة للغاز، ولكن بالطبع كانت النافذة والباب مفتوحين حينذاك، وكان الطلاء أو بعض منه موجودا بالفعل، وكان قد بدأ في أعمال الدهان في اليوم السابق حسب روايته. ولكن ماذا حدث بعد ذلك يا سيد هولمز؟ حسنا، ثم حدث الشيء الذي لم يكن متوقعا حتى بالنسبة إلي. كنت أقفز عبر النافذة في مطلع الفجر حينما شعرت بيد تمسكني من يقظتي وصوت يقول: أخبرني حالا أيها الوغد، ما الذي تفعله هنا؟ ولما تمكنت من لف رأسي رأيت النظارات الملونة لصديقي ومنافسي السيد باركر. كانت رؤيتنا لبعضنا بعضا شيئا غريبا ومثيرا للفضول، فابتسم كلانا. يبدو أنه قد استدعي من قبل الدكتور ري أرنست لإجراء بعض التحقيقات، وقد توصل إلى نتيجة نفسها بأن هناك جريمة قد تمت. كان يراقب المنزل لعدة أيام، واعتبر الدكتور واتسون واحدا من الشخصيات المشبوهة التي رآها هناك. لم يتمكن من القبض على واتسون، ولكن عندما رأى رجلا يخرج من نافذة المخزن وجب عليه أن يضع حدا لذلك وأن يلقي القبض عليه. وبالطبع أخبرته كيف آلت الأمور إلى هذا ووصلنا القضية معا. لماذا هو وليس نحن؟ لأنني كنت أنوي أن أضع هذا الاختبار الصغير الذي أجاب عليه بشكل مثير للإعجاب. أخشى أنكم لم تكونوا لتستجيبوا لي كما فعل. ابتسم المفتش وقال: حسنا، ربما لم نكن لنفعل ذلك، ولكنني حصلت على وعد منك يا سيد هولمز بأنك ستتخلى عن القضية الآن، وأنك ستطلعنا على كل النتائج التي توصلت إليها. بالتأكيد،
تلك عادتي دائما. حسنا، إنني أتقدم لك بالشكر باسم قوات الشرطة. إنها تبدو قضية واضحة وبسيطة كما وصفتها أنت، ولا أتوقع أن تكون هناك أي صعوبة في استخراج الجثتين، قال هولمز. سأريك القليل من الأدلة الأخرى المتعلقة بجريمة القتل المروعة، وأنا متأكد من أن إمبرلي نفسه لم يلاحظها. إنك تحصل على النتائج يا سيدي المفتش حينما تضع نفسك مكان الشخص الآخر وتفكر ماذا كنت ستفعل في تلك الحالة. يتطلب الأمر خيالا خصبا، ولكنها طريقة مجدية. والآن سنفترض أنك قد تم الإيقاع بك واحتجازك في هذه الغرفة الصغيرة، ولا تمتلك سوى دقيقتين ستظل فيهما على قيد الحياة، ولكنك تريد الانتقام من ذلك الشيطان الذي يسخر منك على الجانب الآخر من الباب، فماذا كنت ستفعل؟ سأكتب رسالة. بالضبط، ستود أن تخبر الناس كيف مت، ولن تكون هناك فائدة من الكتابة على الورق، فذلك من شأنه أن يرى، ولكن إذا كتبت على الجدار فربما يستند إليه أحد فيراه. والآن انظر هناك، انظر هناك فوق إفريز الحائط مباشرة، هناك خربشة بقلم أرجواني غير قابل للمسح كتبت به نحن نتعرى. هذا كل شيء. ما رأيك في هذا؟ حسنا، إنها فقط على ارتفاع قدم واحد فوق الأرض. لقد كان الرجل المسكين يحتضر عندما كتبها، وقد فقد وعيه قبل أن يتمكن من إنهائها. كان يكتب نحن نتعرض للقتل، هكذا قرأتها، إذا وجدتم قلما غير قابل للمسح مع الجثة. سنبحث عنه، كن متأكدا من ذلك. ولكن ماذا عن تلك السندات؟ من الواضح أنه لم يكن هناك سطو على الإطلاق، ومع ذلك فقد كانت كل تلك السندات في حوزته. لقد تحققنا من ذلك. تأكد من أنه قد أخفاهم في مكان آمن، وعندما تذهب قصة هروب العاشقين في طي النسيان قد يدعي فجأة أنه وجدها، ويعلن أن المذنبين قد رجع في قرارهما فأرسل ما سرقاه منه أو أسقطاه في الطريق. يبدو أنك أوضحت كل النقاط الغامضة بالطبع، ولكن كان لابد له أن يستدعينا. لماذا كان عليه الذهاب إليك؟ لا يمكنني فهم ذلك. شعور محض بالزهو والكبر، فقد كان يشعر بأنه شديد الدهاء، وجعله هذا واثقا من نفسه لدرجة أنه تخيل أن أحدا لا يستطيع أن يمسه. يمكنه أن يقول لأي جار يشتبه به: وانظر إلى الخطوات التي اتخذتها، إنني لم أرجع إلى الشرطة فحسب، بل إنني قد استشرت شيرلوك هولمز. ضحك المفتش وقال: يجب أن نغفر لك كلمة حتى يا سيد هولمز، فهي وظيفة محترمة أيضا على ما أتذكر. بعد مرور يومين قذف إلي صديقي نسخة من مجلة نورسيساري أوبزيرفر التي تصدر كل أسبوعين، وتحت سلسلة من العناوين البراقة والتي بدأت بعنوان رعب الملاذ وانتهت بتحقيق الشرطة العبقري. كان هناك عمود مكتظ يضم أول سرد مترابط لهذه القضية، وجاءت الفقرة الختامية كالآتي: الذكاء الاستثنائي الذي استنبط به المفتش ماكنون أن رائحة الطلاء قد تخفي بعض الروائح الأخرى كرائحة الغاز على سبيل المثال، والاستدلال الجريء بأن الغرفة المحصنة قد تكون هي غرفة الموت، والتحقيق اللاحق الذي أدى إلى العثور على الجثث في بئر محجورة تم إخفاؤها بذكاء بجوار مأوى كلب. يجب أن تحيا كل هذه الأشياء في تاريخ الجريمة باعتبارها مثالا دائما على ذكاء محققين المحترفين، قال هولمز وعلى وجهه ابتسامة سمحة. حسنا حسنا، إن ماكنون زميل فاضل، يمكنك أن تحتفظ بحقيقة هذه القصة في سجلنا يا واتسون، فربما تروى القصة الحقيقية للناس في يوم من الأيام. تمت بحمد الله.